نروح لكابتن ناصر عباس اساله. مساء الخير يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن اسلام، تحياتي كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن بعد اذنك، لو في اي حاجه على الكره اللي انا بتكلم عنها دي، مش دي، هات الثانيه، هات الاولانيه، دي، هل حضرتك لو مكان كابتن او يعني انت اللي بتحكم هذه المباراه، هل ستحتسب هذه الكره اللي امام حضرتك قدامك الشاشه بتاعتنا ولا لا؟ قدامي كابتن اسلام معايا. طب الكره اللي قدام حضرتك دي، هل بيتم احتسابها ركله جزاء ولا لا؟ قبل اي، بس يعني عايز حضرتك تقول لي ولا لا. انت قصدك على الفوت اون فوت؟ مش سامع يا كابتن، معلش بتقول ايه؟ اللي قدامي يا كابتن اسلام، اللي قدامك قدامي هنا، اولا دي ركله جزاء صحيحه بنسبه 100%. طيب كابتن ناصر، لو حضرتك شايف ان دي مش ركله جزاء، انا عارف طبعا ان حضرتك كده كده بتقول اللي انت عايزه، لكن كابتن ناصر لو حضرتك شايف ان الكره دي ليست ركله جزاء، من فضل حضرتك قول ان هي مش ركله جزاء. لا كابتن اسلام، انا هقول ليه ركله جزاء يا كابتن اسلام. ليه؟ احنا عندنا صوره، والصوره دي بتتحلل، الصوره بتحكي عن نفسها. خلينا نكون عندنا مصداقيه ونحلل الصوره كابتن اسلام، اتفضل. وهقول لك ايه اللي حصل في هذه الحاله. اتفضل. ولكن عندنا هنا الكره مشتركه ما بين حسام حسن لاعب نادي سموحه والمدافع اللي هو محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك. نمره واحد، هنا حسام حسن وصل للكره قبل محمد عبد الغني ونجح في لعب الكره يا كابتن اسلام. نعم. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ انا بعد كده محمد عبد الغني تقديره للعب الكره لم ينجح في لعب الكره، وبالتالي حصل دهسه على الوش القدم او المشط القدم بتاع حسام حسن، وبالتالي دي مخالفه واضحه جدا جدا، تفاصيلها هو ممكن ما يشوفهاش، اوكي. ولكن عندنا حكم الفار المتميز مصطفى مدحت. نعم. حكم فار شاطر جدا جدا جدا. كابتن اسلام، انا النهارده بقول هنا في مخالفه دهست على القدم حسام حسن، ومخالفه واضحه جدا لو انا ما شفتش في الملعب بروح للفار اشوف. نعم. هنا الفار تدعى الحكم، وبالتالي هي طبقا للبروتوكول انا بجيب الحكم عشان يغير القرار اللي هو خده في الملعب. هو هنا ابراهيم ما حسبش ركله الجزاء، وبالتالي هنا الفار جابه عشان يقول له ان هنا في مخالفه، والمخالفه واضحه فوت ان فوت او دهس على مشط او وش. طيب. القدم لعب. انا قبل ما اسيب الحاله دي يا كابتن، الحاله دي انا عارف ان حضرتك دائما عندك تواصل مع عدد كبير مع الحكام، مش هقول اسماء، لكن عندك عدد تواصل مع عدد كبير جدا من الحكام اللي موجودين في مصر، سواء اللي كانوا موجودين او اللي بطلوا يعني تحكيم. هل حضرتك حد من اللي تواصلت معاهم قال ان هذه الكره ليست ركله جزاء؟ الكابتن، يعني عاوز اقول الغالبيه كلها اكدت ان هنا في ركله جزاء صحيحه، واللعبه واضحه يا كابتن اسلام، مش محتاجه اختلاف في الراي زي ما قلت حضرتك. طب هقول لك على حاجه ثانيه يا كابتن اسلام. طب معلش يا كابتن، قبل ما تقول لي حاجه خاصه باللعبه دي. هي باللعبه. طيب. دي برضك ثاني. طيب قبل اللعبه دي انا بس عايز اسالك سؤال. طيب من راي حضرتك كرجل خبير كبير وراجل محاضر افريقي ومحاضر مصري ودولي وكل حاجه، من رأيك لماذا لم يحتسب كابتن إبراهيم نور الدين هذه الكرة ركلة جزاء بالقانون، يعني قانونا؟ كابتن اسلام، انا مش عاوز اجتهد، لان يسأل هذا السؤال هو حكم المباراة، يسأل لماذا لم يحتسب هذه الحالة الواضحة ركلة جزاء. وانا بقول لان كثير من المحللين اكدوا ان هنا، مش انا بس اللي قلت كابتن اسلام على فكره ان دي ركله جزاء، كل المحللين او غالبيه المحللين اكدوا ان هنا في ركله جزاء واضحه جدا جدا لصالح سموحه. طب هل حضرتك ليك تواصل مع كابتن ابراهيم نور الدين؟ طبعا انا ليا تواصل مع كل الحكام. طيب اتمنى ان حضرتك لو كلمته النهارده بكره، انا طبعا اتمنى، انا بحاول معاه لانه حقه، ان انا كل الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون هو عنده وجهه نظر يقولها لنا. فانا بقول اهو يا جماعه، كابتن ابراهيم لو حضرتك سامعني او هيوصلك الكلام لغايه الساعه واحدة ونص، احنا قاعدين النهارده شويه، من حق حضرتك تخش وترد على كل الكلام اللي انا قلته ده، يمكن يكون عندك وجهه نظر مختلفه بالنسبه لهذه. اسمح لي. اتفضل. اسمح لي تاني. معلش. اتفضل. هفترض افتراض، هقول حاجه جميله جدا جدا. هنقول ان الحكم ممكن يقول مثلا ان محمد عبد الغني نجح في لعب الكوره. اوكي. ماشي. طيب. لا هو ما لمس الكوره كابتن محمد عبد الغني، ما لمس. انا بقول لك، انا هفترض
احنا بنقول هفترض، مجرد افتراض بس. اوكي. حتى لو لمس الكره كابتن اسلام وبعد ما لمس الكره حصل بحث، دي حركه ثانيه اضافيه يعاقب عليها اللاعب المدافع. سواء بقى نجح او ما نجحش، في الحالتين ركله جزاء لم تحتسب بسموح. اوكي. عشان بس طيب. البعض يمكن يقول ايه ده اللاعب نجح في لعب الكره وبالتالي مش هيعاقب. لا يا كابتن، انا بعاقبك على المخالفه حتى لو انت لعبت الكره حصل فيه دهس على قدم حسام حسن وبالتالي ركله جزاء يا كابتن. طيب. الكلام واضح جدا. اللعبه الثانيه يا كابتن ناصر، اللعبه الثانيه، هل حضرتك شايف، وقول برضو يعني بمنتهى الوضوح، هذه اللعبه هل هي ركله جزاء ولا لا؟ طيب كابتن، انا هنا الفار جاب الحكم تاني يا كابتن اسلام، وهنا الفار لما بيجيب صوره واضحه للحكم عشان يبقى في قناعه للحكم. طبعا احنا اللي قدامنا صوره، انا الحقيقه ما اتفرجتش على الماتش غير اتفرجت على الفيديو طبعا، لكن ما اتفرجتش على الماتش كاملا يعني. بالظبط. الصوره اللي جت لحكم الميدان، واحنا هنا بنقول ان البروتوكول بيقول ايه يا كابتن اسلام؟ الحكم الفار عندما يشاهد الصوره وهيغير كان الحكم، بيستدعي الحكم عشان يجي يشوف المخالفه بنفسه وبيجيب له افضل صوره وافضل زاويه رؤيه عشان يقول القرار رايه قراره يعني. قراره. هنا ابراهيم في موقف جيد جدا جدا، شايف كويس قوي قوي. ربما اختلط عليه الامر ان هنا الكره جت في الايد ثم في الراس مثلا، وبالتالي هو حسب ركله الجزاء خلاص تمام. لا حضرتك، حضرتك من الوهله الاولى شايفها كابتن ناصر عباس مش كابتن ابراهيم نور الدين، كابتن ناصر عباس حضرتك شايف ان دي ركله جزاء ولا لا؟ كابتن ما انا قلت دي ركله جزاء في الاول، ركله جزاء ما فيش، انا بحلل اللعبه. ركله جزاء يعني؟ ركله جزاء، ركله جزاء هو حسب ركله جزاء ابراهيم. لا انا ما بقولش كابتن ابراهيم، انا بقول كابتن ناصر عباس. لا حضرتك، لا ما فيش ركله جزاء يا كابتن اسلام، فين ركله الجزاء؟ مش موجوده اصلا ركله الجزاء. هنا الكره تصطدم بالراس وليس بالايد يا كابتن اسلام. ايوه. لا انا يمكن انا بس عايز اعرف رايك، انا ما بقولش حاجه، انا بس عايز اعرف راي حضرتك. هل في الاول لما كابتن ناصر عباس وهو قاعد بيتفرج على هذه المباراه شاف ان دي ركله جزاء ولا لا؟ بس كابتن ما فيش هنا ركله جزاء، هو انا بقول ابراهيم هنا حسب ابراهيم، حسب على حسب رؤيته، ربما تخيل ان الكره جت في الايد ماشي، انت شفتها كده في الملعب. انا الحقيقه يا كابتن ناصر شايف حكم الفار. اتفضل اتفضل. ايه رايك يا كابتن ابراهيم؟ يعني برضك هنا الفار هنا بيصحح الخطا تمام، وجاب لك افضل زاويه لهذه الحاله، الكره لم تصطدم بالايد والكره تصطدم بالراس، وهنا مفيش مخالفه تماما. طيب. للمس الكره بالايد. انت عارف انا الصوره اللي يعني بما ان حضرتك فاتح قناه الاهلي، الصوره اللي قدامي دي اهم حاجه في الصوره دي عارف ايه؟ وجهه نظر انا، مش الكره اللي على دماغ اللاعب ولا الاثنين لعيبه الزمالك اللي واقفين، اهم حاجه بالنسبه لي في هذه الصوره هو موقف كابتن ابراهيم نور الدين ووقوفه قدام الكوره، ان هو شايف اللي بيحصل 100%. صح؟ انا قلت كابتن اسلام حاجه قبل ما اشرح، قلت ان تمركز ابراهيم نور الدين في هذه الحاله نموذجي. يعني ايه؟ يعني هو في المكان الصحيح. اوكي. ولديه زاويه الرؤيه الواضحه جدا جدا ان هو يشوف المخالفه بشكل جيد. طيب انت ما قدرتش يا كابتن ابراهيم، وانت حسيت ان هي جت في الايد، الراجل جابك تاني. مصطفى مدحت انا بقول النهارده هو نجم اللقاء النهارده، مصطفى مدحت يا كابتن اسلام. نعم. وحكم الفيديو، لان هو كان عنده الشجاعه يجيب الحكم في الدقيقه الاولى ثم بعديها يجيب الحكم تاني، وده حكم دولي كبير. خلي بالك لعبه اللعبه الاولى ركله جزاء فتحها لم تحتسب لحسام حسن لاعب نادي سموحه، الدهس واضح جدا جدا والفار جابك يا ابراهيم. وزي ما قلت لو عندك تفسير تاني حتى يا ابراهيم كلمني انا، قول لي يمكن انت شفت حاجه احنا ما شفناهاش. اوكي. لعبه ثانيه كابتن اسلام وهي ركله جزاء لم يعني لا يعني عاوز اقول ان هي ما فيش فيها اي جدال، الكره تذهب الى الراس وبالتالي هنا يستمر اللعب، وكان القرار الفار هنا كان استعاد الحكم للفار. طيب. كان استدعاء صحيح. اذا قرار خاطئ من كابتن ابراهيم نور الدين في عدم احتساب ركله جزاء لنادي سموحه، وقرار خاطئ لكابتن ابراهيم نور الدين في احتساب ركله جزاء لنادي الزمالك، كلامي كده مظبوط؟ من وجهه نظرنا احنا ومن وجهه نظر حضرتك. طيب. هل ده كابتن خلاص تمام احنا كده الدنيا واضحه امام كل الناس ان هناك خطا من وجهه نظر كابتن ناصر عباس في هذا الامر، واضحه مش محتاجه مش كابتن ناصر عباس بس، ولكن اعتقد ان 90 ان لم يكن 100% من المتابعين لكره القدم او المتابعين للتحكيم شايفين ان الاولانيه ركله جزاء وان دي مش ركله جزاء، لان هذه هي الحقيقه الواضحه.
دي اول حاجه. تاني حاجه كابتن ناصر، هل انا بس بسال، هل كابتن ناصر حضرتك شايف ان هذه الاخطاء بسبب رحيل كلاتنبرج، او انه المخطط اللي كان معمول لرحيل كلاتنبرج حصل وبالتالي بدات هذه الاخطاء ان تحدث؟ شوف يا كابتن اسلام، هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. وهنا المشكله لما مشي كلاتنبرج، يعني انا بتكلم معاك بوضوح وبكل شفافيه يا كابتن. طبعا طبعا لابد ان يكون هناك مسؤول. مسؤول بمعنى ايه؟ مسؤول اتحاد الكره يطلع يقول فلان هو مسؤول في الفتره اللي جايه ديت كرئيس لجنه حكام، وليس كقائم باعمال وليس نائب رئيس لجنه حكام. دي نمره واحد. نعم. طيب اتحاد الكره لو في البيان يا كابتن اسلام، احنا بنتكلم كلام يعني اتحاد الكره هو اللي قال مش احنا اللي قلنا. اتحاد الكره لما قبل استقاله كلاتنبرج في نفس البيان قال ان في تفاوض خلال 48 ساعه مع خبير اجنبي يكون موجود عشان يحل محل. هو قصده 480 ساعة مش 4 مش 8. احنا بقى بنسأل سؤال يا كابتن اسلام من خلال البرنامج، واحنا بنتكلم كلام محترم جدا جدا جدا. انت الاتحاد الكرة لما طلع البيان قال ان في خلال 48 ساعة خبير هيكون موجود. قول لي بالله عليك، احنا النهارده بقى لنا قد ايه من ساعة ما كلاتنبرج مشي لحد دلوقتي؟ لا هو يمكن نسوا يحطوا الصفر. يمكن نسوا يحطوا الصفر، يعني يمكن قصدهم 480 ساعة. احنا بقى لنا فتره طويله ما فيش حتى ما سمعناش ان احنا حتى وفي تفاوض مع حد. ولكن هذه الفتره يا كابتن اسلام مهمه جدا جدا جدا. احنا بنتكلم في وقت توقيت المسابقه، طيب. سواء كان على سلم الترتيب او على الهبوط. كابتن ناصر، انا بس هقول لحضرتك حاجه، وده رساله مني لو سمحت. انا عارف ان حضرتك لك علاقه جيده بالكل، والكل بيحترم كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر من فضلك، لان انا بحاول اوصل لكابتن ابراهيم نور الدين لكن موبايله مقفول، فلو حضرتك وصلت له لو سمحت، حتى لو هو مش هينفع يطلع يتكلم، فيقول لك حتى ايه وجهه النظر في عدم احتساب ركله الجزاء الاولى واحتساب ركله الجزاء الثانيه، وحضرتك تقول لنا المسج على لسانك لو ينفع. اتمنى، لانه من حقنا ان احنا نعرف هي ليه الكره دي ما اتحسبتش والكره دي اتحسبت. مش عشان اهلي، مش عشان اهلي وزمالك وسموحه ومش عارف، لا، عشان طب ما هو انا ممكن يجي في مباراه الاهلي واي فريق اخر يحصل كده نفس اللعبه كده وما تتحسبش. بالظبط كده. فيمكن يكون في قاعده كابتن ابراهيم عارفها يقول لنا عليها عشان نبقى واخدين بالنا بعد كده منها. فلو سمحت دي، يعني اتمنى ان حضرتك تكلمه وتقول له، لانه انا بحاول اكلمه من تليفوني قبل ما اخش، تليفونه فعلا كان مقفول. ودلوقتي الاصدقاء بيقولوا لي، زمايلي يعني بيقولوا لي، محمود سعيد وبقيه الزملاء بيقولوا لي انه الكابتن ابراهيم تليفونه مقفول. فلو سمحت يا كابتن ناصر، لو حضرتك عملت كده وقدرت توصل له انا النهارده او بكره او بعده، يا ريت حضرتك تقول لي لماذا لم يحتسم كابتن ابراهيم نور الدين ركله الجزاء الاولى واحتسب ركله الجزاء الثانيه، حبا في كابتن ابراهيم مش حاجه ثانيه على فكره، لانه انا بس محتاج اعرف وجمهور الاهلي محتاج يعرف. تمام يا كابتن ناصر؟ تمام يا كابتن اسلام، حاضر. ربنا يخليك يا كابتن مصر، متشكر جدا. انا عارف ان احنا بنتعبك معانا وان احنا بندخلك في مشاكلنا، ولكن يعني والله يا كابتن سامع، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. ابراهيم، انت حكم دولي كبير، الشرط الدوليه اللي انت يعني بتحملها ديت بتحملك مسؤوليه كبيره يا ابراهيم. يعني انا بقول ان دايما الحكم بيحب نفسه يا كابتن اسلام، دايما احب نفسي واكون اناني جدا جدا جدا. وده المفروض يعني كحكم دولي، أنت تمثل دولة كبيرة مصر في الاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي والدولي. أعتقد إبراهيم أنت ليك من الخبرات أنك أنت يعني تكون عندك القدرة على أنك أنت تقود هذه المباريات. نتمنى إن شاء الله، نتمنى أن الأمور دي يا كابتن يعني تبقى يعني تمشي إلى العدالة، لأن إحنا محتاجين فعلا بالظبط كده التحكيم المصري يكون في مصاف التحكيم الدولي يا كابتن. بشكرك جدا يا كابتن ناصر، وانا اسف ان انا ازعجت حضرتك في وقت، يعني انا عارف ان هو، لكن الواحد الحقيقه يهمه ان شكل التحكيم المصري ان يظهر بشكل جيد.